إيه غير نظام الانتخاب وعمل انتخابات مبكرة باش ترجع البرلمان هذا كما تدعي. يظهر لي واحد من جبهة 24 يقول لك ناخذ البرلمان ونضمن سحب الثقة من راشد الغنوشي. وتوا حديثه لين هيك معناتها يمسك راشد الغنوشي تبرى ناحية راشد توجيك 100 راشد، لأنه المسألة مسألة برا عاول عليه يخرجوا من النهضة سيدي واللي قالوا تمشي غلط. باش تفسر مبادرة اتحاد شغل عبيد البريكي في هذا التوقيت؟ ما أنا أحترم إرادة المنظمات وموقفها وحتى خلافاتنا احنا في الحركة مع بقية الأحزاب ولا مرة اشتمنا حد، وهذا موقفنا ما نشتم حد وما نتعامل تعامل ما عادش كيف عنده شأنه الداخلي. فما بوادر أزمة بين رئيس الجمهورية وقيادة اتحاد شغل؟ أنا نحس فما تصعيد، وربما المتسبب المتسبب في النهاية ما نحبش نقول هو التأخير الحاصل في الإجراءات الضرورية. قعدنا برشا في الاستثنائي فما حاجات إذا كان أنت توخر وما تعطيش بدائل ما عادش تبكي على اللي يجي عبد الفراغ والطبيعة تباه. اليوم أنت عطيت مجال باش تصير لك جبهة داخلية في تآمر مع جبهة خارجية، والناس ولا تتنقل برا وتحكي. الامريكان يجي يحبوا يتدخلوا هذا، ومن بعد تقول لي سياده وطنيه. السياده الوطنيه تحصنها باجراءات داخليه باش ما تخلي حتى مجال حتى لا، وبالسرعه في الاجراءات. وقت الناس كل رخت والناس تقول لا يقولوا اخويا باهي اللي صار صار نحكيوا على القدام. اليوم ما عادش، اليوم يقول لك ما نحكيوا على القدام الا ما نرجعوا لتاني. شكون اعطاهم الفرصه؟ للاسف وهذا التعامل نقدي، هذا التاخير. التاخير نسمع في تفسيرات والله ينتقي في حكومة لا تشوبها شائبة وأعضاءها لا تشوبهم شائبة. يا سيدي يا همسة ليك، أعمل اللي تحب والحكومة اللي تحب والأعضاء اللي يحبوا، تتوفر فيهم حاجتين: الإرادة القوية في مكافحة الفساد وفي فتح الملفات، وثانيا الرؤية الاقتصادية المتبوعة بالاجتماعي وما تمشيش في التوجه الليبرالي. وخدم على روحك. هل الاتحاد سمعني بلا باش نقول آخر ملاحظة، قال لك لابد من التدقيق وما عندهمش حتى تو فما سياسي يعرف السياسة ويعمل السياسة ومارس وما أخطأش. قول راهو باش نشوف الأقل الخطأ. يا ولدي من يمارس يخطأ. ما هي مش هيك، مش انتقاء والله، منين باش تجيبوا هذا؟ اللهم تولد من كرشم ويعمل في السياسة. تموقع اتحاد